التوكل على الله كما قال العلماء هو انطراح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليعلم الإنسان أن الذي يملك الضر والنفع ويملك الخير والشر إنما هو الله. ونعم بالله. والبعض قال، قال العلماء هو جماع الإيمان وجماع الخير كله، فينبغي على المؤمن أن يكون متوكلا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وسئل سيدنا يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: متى يكون الإنسان متوكلا؟ قال: يكون متوكلا إذا رضي بالله وكيلا. ونعم بالله. وكيف يتحقق الإنسان الوكالة بالله سبحانه وتعالى؟ إذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إذا تحققت العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن العبودية لله جل وعلا شرف لا يدانيه شرف.